اسمها كارينج انجل اوف ذا ابر. كارينج انجل دي عباره عن ايه؟ عباره عن الانجل بتوين لونج اكسس اوف ذا هيومرس. فالهيومرس لما حطها جنب جسم كده تبقى نازله الميد لاين فيها فيرتيكالي بالمنظر ده، لكن الفور ارم محدوف لبره شويه. ففي زاويه ما بين امتداد الميد لاين بتاع الهيومرس مع الميد لاين اوف فور ارم. الانجل دي بيسموها كارينج انجل، ودي بتختفي لما اعمل برونيشن. الحركه اللي انا عملتها دي اسمها برونيشن اوف ذا فور ارم، وكده سوباينيشن. الانجل دي تظهر بس في السوباينيتد فور ارم، لكن في البرونيشن بتختفي. والانجل دي لما اعمل برونيشن بتتلغي الانجل، فيبقى الاثنين على خط واحد. لكن في السوباينيشن الميد لاين اوف هيومرس لو كملت اللاين ده خط وهمي لتحت، هيبقى في مسافه بينه وما بين الفور ارم، ميد لاين اوف فور ارم. الانجل دي حوالي 15 درجه في الفيميل، وده علشان عندها منطقه الحوض او منطقه البلفس اكبر، فالفور ارم لازم يبعد شويه عنه. لكن في الميل اقل، ففي الفيميل 15 درجه ما بين امتداد اللونج اكسس اوف هيومرس مع اللونج اكسس اوف فور ارم، لكن في الميل اقل من 15، من 10 ل 15. الانجل دي اسمها كارينج انجل، لان لما اعمل برونيشن عشان اشيل شنطه بيبقى الفور ارم والارم على نفس اللاين. عدم وجودها كان لما اعمل برونيشن كان الفور ارم يدخل لجوه، فهيبقى الشيلز اصعب. فالكارينج انجل دي اتوصفت ان في انجل بتوين لونج اكسس اوف ذا هيومرس مع لونج اكسس اوف فور ارم. الانجل دي هنا بين الاثنين كان في الفيميل 15 درجه، في الميل من 10 ل 15، فهي اقل في الميل نتيجه لارجر سايز اوف فيميل بلفس. طبعا فيميل بلفس اكتر عشان موضوع الدليفري، ف شود الاو باسنج اوف ا بيبي، فلازم يبقى حجمه اكبر من مين؟ من الميل. تمام، ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. مع السلامه.